قديش عمرك؟ اشنو اللي عملته باش نفوق لهالربع الخالي؟ لا لا، انا عينت معلم في القرية. قرية؟ انا قرية. الحافلة تمر بالقرية؟ قلت لك مثلا ماشي قرية. اللي انت تحير قرية مش بعيد على الطريق، انا ندير لك عليها. ما تسمعش كلام هالعجوز، القرية ما هيش موجودة. سبحان الله. السلام عليكم. تزرع نخل؟ فين القرية؟ أنا المعلم جديد. يا ناس يا ناس يا ناس، يا أهل القرية، يا أهل القرية، مرحبا بك. هيا تفضل تفضل. أهلا وسهلا. هيا برا نمشي للقرية. هيا نمشي. هذه هي القرية، أو بالأحرى هذا اللي تبقى منها. كنت صغير كنت ديما نسمعهم يقولوا كانت خضر على مدى النظر، كانت واحة، كانت جوهرة في وسط الصحراء، كانت عامرة بأشجار اللوز والتين والرمان والمشمش الهندي والنخيل. هيا بينا. هيا احنا بعاد في آخر الدنيا ونسيتنا الدنيا. أهلاً 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 أهلاً. كل حال كان حبيت تبقى معانا نجم تاخذ كتاب القديم تاع المدرسه، ما بقاو منه كل حيوت مدرسه بيه. كان حبيت تبقى معانا انت ضيفي. واحنا سيد الشيخ. واحنا سيد الشيخ. هيا وصلنا سي عبد السلام. هيا بالسلامه. هيا في الامان سيدي. بالسلامه.
بنتي. تسكن هنا مؤقتا في غرفة ولدي أبو بكر. البراق خليفة أبو بكر. هذاك نعلم أمه حلفت باش ما يتنقلش من المكان. هو سافر بعيد. حاج حبي يشوفك. شكون الحاج؟ حاج والحاج. ايش اسمك انت؟ انا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة خليك الله. خليك قاعد يا حاج، ما تحيرش نفسك. أنت المعلم الجديد؟ نعم. شاب ما شاء الله. شوف يا ابني، أنا من مدة وأنا الرافق في الموت اليد في اليد، ولكن حتى الآن الموت ما حبش يحرمني من النور وأمل الانتظار. الحق كنت نترقبك أنت. كنت تترقبني أنا يا حاج؟ لست أنت بالضرورة، ولكن يسعدني أنك أنت اللي حضرت. ما فهمتش. كيف أوضح لك؟ رجل قاعد في الصحراء ينتظر وصول إنسان واحد يصل يكفي ليشعر إن الناس كلها وصلت. أرجع شوفني كل ما تحب، أنا دائما قاعد هنا. صباح الخير يا ابني، جيت نرحب بيك في البلاد كل رجال اولادي. وانت شنو اسمك؟ اسمي عبد السلام. سلام على قلبك يا عبد السلام. انا فرحت كثير انك جيت ربي يطفينا. عندي حفيد ستحبه كثير، ستحبه انا متاكده. هو شيطان وذكي لكنه يتيم. أبوه ولدي الكبير بكري مشيه رحل. فين رحل؟ في الصحراء كلهم رحلوا، أخذتهم اللعنة. أبو بكر ولد الشيخ رحل معاهم؟ أبو بكر التحق بيهم يسون حياتك. أحمي لي حسين، خلي ولدي حسين ما يلحقهمش. ما فهمتش. الله
اقرا يا ابني شكتبه بكر قبل ما يرحل. لا تلمني فان اللوم مني بعيد، واجر سيدي فاني وحيد. من اراد الكتاب هذا خطابي، فاقرأوا واعلموا باني شهيد. واللي يمشي يخلف وراه صورة الوراق، اللي رحل معاهم عمره ما يرجع. لو كان كنت نعرف نكتب. نجم نكتب لك يا خالتي. مش توا، نرجع لك مرة أخرى. يلزمني نشوف زربية بنت الدار، إذا كانت تشبه لها ستكون تحفة. هم يعبرون، حياتهم كلها عبور. لن يروا إلا الرمال، لن يثمروا إلا الغبار. منهم رجال هيمين. لكل يوم نصيبه من الهموم يا ولدي. أنا نعرف أنهم ولادكم. من بعد نحكي لك يا ولدي، من بعد لما يحين الوقت. تبحث عن حد؟ ايه، ابحث عن معلم حتى يكتب الجواب. يا ولدي حرام تعذب هذه الحيوانات المسكينة. هذا مش حيوان، هذا جن جبتو بشي أسلع جنينة. ايش تحب أيضا؟ شرى خسلتي في المرأة. يا كلب يا حيوان، سبيتي على شان المرأة قديمة، والمرأة معاش لازمتك. علاش معاش لازمتني يا قليل التربية؟ ساكن عند الشيخة ما مثلش مدرسة. أسمع، مريا القوان كسروها حتى مريا جدتي. تخافي باش ندوروا عليهم الكل باش عملوا جنينة. قل لي نهار تسافر تهزني معاك. عشكون تتكلم؟ وانت
قلت لك 100 مرة البير مسكونة. دقيقة يا حسن يا جدة، فما شكون يناديلك من قاع البير؟ شن جاوبوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك ابعد ماك البق على رجيك مصيبة. تعالي كلمي قاعد يستنى. قلت لك ابعد من البير، هذا ملك الموت، إذا جاني أنا حاضر. جاي نعمل ولا لا؟ جانا لأن جن. أنت سكر فمك. علاش؟ لازمكم تحترموا الرئيس. شكون الرئيس؟ اللي لمت 10 حربات. العفو هذا ما يكفيك، وزين امتحانك بكذاب. شكون منكم يقدر يكذب غير مني؟ المعلم كتاب، صدقني اللي انا قلت له بولت في بريخ الشاي. الناس الكل مشوا كيف معلم الكتاب. يوم الجمعة. الكذب حرام يوم الجمعة. كيف نعملها بالياقوت والمرجان؟ فكر قد راسك. قالك جدك السوق ونشري الياقوت والمرجان، وجدتك كان الزادة. فكر مليح حتى لقى حل. دقيقة يا راجل. يعمل بوك؟ ما نعرفش. ما عندوش خدمة؟ عنده. شنو هي الخدمة تاعو؟ ما قدرش نقول لك. على كل حال هو بعيد، يمشي البعيد. ومتى يرجع؟ عمره ما يرجع. اش باش تعلمنا؟ قراءة، التصريف، والتاريخ. تاريخ جنينة؟ جنينة؟ تاريخ البلاد. يعني تاريخ قرية؟ لا، تاريخ البلاد كلها. اسمع يا حسن، بنت الشيخ بوها حرم عليه تحط ساقها في السقيفة. ولا شيخ ها؟ على خاطر المعلم، قل هو المعلم نهار طوله في البيت، ما يخرج كان بسيس العرجال الهيمين ولا على ابو بكر. زعما تاخذوا لعنا كيفهم؟ تعال يا حسين، تعال ما تخافش. اغمض عينيك. روح العب، نحس ولا يمسك بإذن الله. يا حاج، يا حاج اسمعني يا حاج، انت اللي تعرف فين
قل لي موقع البساتين اللي كانت في الماضي، ما تخلينيش احفر في الرمل. قل لي وين دفنوا الكنز. انتق يا حاج، انتق انتق. يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، كيفاش يكون شكلها جنينة؟ الهم يا منحوس. لكن انا اسالك بجد والله، ان كنت تتكلم بالجد جيب فاس واحفر معايا. مش حاسب الكنز، قول لي كيفاش شكلها جنينة. الهم يا منعود. ظهري عمرك ما شفت جنينة. مش حذرت الكنز ولو بقيت العمر تحفر. شكون هذاك؟ يبحث عن كنز. عمره لا يلقاه ولو يحفر طول حياته. الكنز اللي تبحث عنه، كيف خدعة الذهب هذية؟ الناس يقولوا في القرية هنك لقيته وخبيته. ربي عينك. بسلامة يا عمي. بسام القى الكنز، بسام القى الكنز، بسام القى الكنز، بسام القى الكنز. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أسامة قاكنز، أمشي بسرعة خبر السير. أسامة قاكنز، قاف قاف قاف. شنو هو؟ كنز كنز. أسامة قاكنز، أسامة قاكنز، أسامة قاكنز، أسامة قاكنز، أسامة قاكنز، أسامة قاكنز. شو قالك عصفور الشوم؟ ما تقدرش تشوفه وانت تحط سخيك. قالوا لسام لقى كنز وانا ماشي باش نخبر جدتي. وين؟ في الشارع في بير الفي. حتى انت تجروا على الكنز يا حسينه؟ كلهم صدقين الحكايه سي عبد السلام، هذه خدعه الذهب نتاع جدتي، عملت لها انا الاولاد. جي في القريه سفيها على عليها.
أطلبهم وكم سألت بينهم وما أمنت بينهم لعل السعد حائل بين النوى وبينهم لتنعم العين بهم فلا أقول أينهم لتنعم العين بهم فلا أقول أينهم. وينك كل عايز هون؟ شو قاع؟ شو عملنا؟ بجريرته الأصم شو أنا قتل ولد حليفة بالفاس قلب بالقرية صفيها لعليها وضح لي من بعد عايز هولي حسين يا حسين هاتوا ايش هنا ايش هاتوا لي هاتوا هنا هاتوا هنا منين جبت منين جبت منين جبت قطعة الذهب منين شقلوا شقلوا ولدي إذا يفكوا أي شخص نحطه في مكانه. يا جدي خذ قطعة الذهب متاعك. طمع سيقتلهم جميعا. انظر انظر ايش عمل فيهم طفل صغير. قرية أوهام من أولها لآخرها. لكن شنو حكاية الكنز يا حاج؟ هذا مش كنز يا ولدي، هذا اعتقاد. أما بالنسبة للأصم فهذا قدر، وأنت تعرف أن القدر دائما مسألة اعتقاد. منهم رجال هايمين يا حاج؟ أولادنا يا ولدي، أولادنا في زهرة العمر يرحلون الواحد بعد الآخر. اللعنة شدتهم في سرابها وقاعدة تمحيهم من غير استثناء. قالي مدة طويلة نفكر في الموضوع، لكن تلزمني معاونة. يمكن أنت تقدر تعاوني. أنا حاج جيو فيسا جيو سلكوني سلكوني فيسا حسين تتكلم على ليكا يقدر يكذب خير مني. انا من الان ما عادش مبرد شيء. انا اسمي الرئيس. اسمع يا برد الشاي تنظرك به. اسمع يا رئيس.
الناس ولا حد بقى في القرية. أنا مت بالضحك لما أصم رجيم بالفاس على الناس. أنا فهمت من الأول إن الحكاية كذا مش الفرجة. ما كذكيش كل شكون عطاني قطعة الذر. كيفاش حبي نعرف؟ مسكين الأصم بقى يحلف أنه ما بقى شيء. أنا غلبت ميس حسن. أنا الرئيس. شيء قد ما كسرنا ما يكفيش. ودا نصبحوا للحجام عنده برشا مريات. كسروا المريه ولا اثنين. لكن كيفاش يكون شكلها جنينة؟ أعمل جنينة على صوت السماء. ما تبكيش ما تبكيش. هيكون عندك أجمل خصلة. من غير خصلة ما نجموش نضلوا في السماء. تعرف من تعرف من خصلة يطلع طفل الجنة. والكبار أيضا. لا الكبار ما عندهمش خصلة. الكبار يطلعوا للجنة على قدامهم. ها انتم ما فيش اسرار. مش اسرار يا اخويا قاعدين نتكلموا على جنينة. نعرف عندك صوت جميل، علاش ما تجيش تغني معانا في الليل؟ قالت أمي تحب تحجمني. أيوة ادخل بسرعة ادخل. كسر لي مرايه سمرقند. خلي غادي خلي غادي. شياطين ابت نعاونك يا عمي. شياطين شياطين خبي خبي المرايه خليها في السمج ولا حد يمر من هنا. فالنسمة لا تكون إلا لنبي يا غسنة يا غسنة مخام كالدلم بالذابي أبديك من الغذاب معدش مريت برجي بنتي المريت تبقى تكلم مريت بوي برجيبها زي ما نمشي أنا علاش ما تجيبها شي القرعة القرعة كل واحد وزهره. انتي فارغة ولا معبية؟ معبية. انتي فارغة برجي بنتي. قلت برا جيبها برا جيبها. ديما تبحث على ولدها عجل الخلام عرجل اليمين مسكين المعلم هو يكتف في الجوابات والناس ترمي فيها تحت حجر الصحراء. هيا بينا للجنينة.
جدتي مريضة، اجا بسرعة. جدتي مشيت للجارة وتوجي. ماشي باش تتركني وحدي حسين؟ قل لي افطرت؟ ماني جعان. تنرجع يا جدي. حالتها تحسنت. ما زلت ساهر يا حاج؟ هذا انت؟ ما اسرع ما ياتينا الليل يا حاج. قلت لي انك ممكن تحتاج المعاونتي، اش نقدر نعمل يا حاج؟ اسمعني يا ابني، في كل عام اهل القريه غيبوا للزياره 3 ايام، وفي اثناء هذه 3 ايام الرجال الهايمين يحضروا، وأنا عندي كتاب يتكلم على اللعنة، وقضيت عمري نفك في رموزه ونرتب أوراقه، ويكفي أن الرجال الهايمين يقرأوه تتفك اللعنة. المشكل هو كيف نوصل لهم هذا الكتاب، لأنه ولا حد منا يقدر يقترب منهم. موسم الزيارة قرب يا ولدي، عليك أن تبقى في القرية، ولما يجيوا الرجال الهائمين أعطيهم الكتاب. حسن حسن حسن. نعم حسين. اجا بسرعة جت مريضة. استنى نلبس عمامتي ونطلع لك يا حسين.
حسن جت مريضة حسن. ستشفى يا جدة لا تخاف، هذه أمنية حسين وأمنيتي أنا. حلم لازم يبقى حلم. كل ما نمسه يتجلى القدر. موعد الزيارة قرب، هيأ نفسك لإعطاهم الكتاب. بل اش تحب؟ اديني شوية خبز. مش فايدة حسين، ملك الموت أسرع من الزمن. أفضلك تجي معايا وتغادر هذه القرية. جدة غادرت وأنا مغادر، تعال معايا خلينا نمشيو لبعيد. أنا خاف منهم هبطني. ما تخافش يا حسين، أنت معايا في حمايتي، تعال معاي. مش توا هبطني، انا لازم اسافر. بالسلامه يا حسين، ما تنسانيش. بالسلامه يا حسين. يا ربي ما نحبش نولي كيفه ابدا. طول داره وما يمين في خلاه، يرسمه في النهار، يبعثه في الليل على المستحيل، يبعثه عن البراق، يبعثه عن البراق. القرية دي ما تستنى، لعله يرجو المشيان عمره ما يرجع. ما نحبش نولي كيفه.
السلام عليكم. أنا باش نموت، قل لي شنو هو الكنز؟ هو كنز، لكن مش كما كنت أنت تتصوره. هو بعيد، قبل سقوط قرطبة بأيام ابقى فيها بعض الرجال الصادقين وقروا الدفاع عنها حتى الموت. وكان جدنا الخطاط شاب، وقبل ما يرحلوا من قرطبة وقفوا شيخ وعطاه صندوق فيه سكوك الملك ومفاتيح القصور والدور والحدائق، واستحلفوا بالله أن يرجع في يوم من الأيام، إن ما كان هو يكون ولده، يكون حفيده، حفيد أحفاده. ولما الخطاط حس بالموت ادفن الصندوق في أصل شجر التين، وهكذا مرت الأيام حتى نساوي الوعد. وساعتها صابهم الشؤم وحلت عليهم اللعنة. اللعنة؟ اللعنة، اسمعني مليح. سمعتك يا جدي. هذه مش حكاية للأطفال، اخرج. وشيئا فشيئا بدأت القرية تفقد أبناها الواحد ورا الآخر. قل لي شنية اللعنة؟ اللي يولي شاب منهم يتركها ويهيم في الصحراء. كل شاب ليه ليلة، ليلة اللي يحلم بالبراق يرحل في الصبح، وما يبقى الأهل كان يعلقوا صورة البراق في مكانه لعله يرجع في يوم من الأيام. شنو هو الوعد يا حبيبي؟ وبعد 3 أيام من فتح الكتاب تأتي العجوز لتصطحب، فتشق معه الرمال اليد في اليد حتى يصل إلى جنان حبيبته. وقد كتبت على باب الجنان هذه الكلمات: لا يدخله إلا المحبون. سلام. جيت حبيت نعرف إذا كان تحب تسحبنا للزيارة. ما أعتقدش، باش نغيبوا على القرية لمدة 3 أيام كاملين، وجدود يقولوا في 3 أيام ينجم يحصل كل شيء. الله يقدر الخير. اليوم الدار فارغة، كلهم مشاو يعزيو. إذا كان خرجت تسكر الباب. هو انت رجعت؟ شبيك سي عبد السلام؟
هوني كان يسكن. هذه كانت غرفة أبو بكر، لكن من 3 سنوات خذته منها الأقدار. شكون أبو بكر؟ ولدي الوحيد، هذا ما قدر الله. سكن عندكم من أول يوم؟ سي عبد السلام، نعم من أول يوم، وتبنيته من غير ما نشعر، كان في عمر أبو بكر. كنت تعرفه من قبل؟ لا أبدا. فتحت له دارك من اللحظة الأولى من غير معرفة. بسيفتي الشيخ، القرية يلزمها. قرية؟ شكون يسكن فيها الدار؟ أنا وزوجتي والبناية. البناية قداش عمرها؟ 15 سنة تقريبا. بالطبع هي اللي تهتم بأمور الدار، تهتم بطعام وملابسه وبي... كلامك صحيح، المرأة كبرت. إذن هي تعرف وين مشى؟ كيف سيدي؟ إذا كان هي اللي تهتم بأموره يعني حكى لها. هو عبد السلام حكى لبنتي؟ شو عندها معاه؟ شو عندهم يحكيوا مع بعضهم؟ الله يسامحك، قعد 3 شهور عندي في الدار، عمره ما حتساقه في الدار. أنا قدم الفطور وعشاء ولباسه. احنا ماناش من هؤلاء الناس يا سيد عريف. انا ضابط مش عريف. ثم اذا كان ما تكلمش مع البنت لابد اتكلم معاك. قالك شو ماشي؟ ما كانش محاضر للسفر، وعلى كل حال حوايجه ما زالت موجوده هوني. كنا متغايبين احنا مده 3 ايام لمده الزياره. باهي نكمل النقاش بعدين. إيش رأيك يا سيدي؟ الاسم الهادي، لقب الغرناطي. الغرناطي. السن 50 سنة. 50 سنة. الحرفة شيخ. إذن احكي لي القصة من أولها. هذا مش قصة، هي قصة. تركنا المعلم في الدار لما رجعنا ما لقيناش. من أول شخص لاحظ غياب المعلم. خليني أحكي لك القصة كيفاش بدأ. مركب؟ ما هو إلا مركب. يعني المعلم نجح في مهمته. هذه هي الإشارة. أولادكم الهايمين رجعوا. هيا نمشي نشوف المعلم. أولادكم رجعوا. أولادكم رجعوا. أولادكم رجعوا. أولادكم رجعوا. الرجال الهايمين رجعوا. المعلم شلقيته؟ بحثنا عنه في كل بقعة يا سيد ضابط، قعدنا نبحث عليه طول النهار، لقينا أقدام سائرة من المركب. بعث قصصي الأثار يتبعوها، رجعوا من غير نتيجة. وبعد شلقيته؟ أخبرت الحاكم وبقينا نستناك. باي خلينا نجمع كل الناس. تقدر تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم.
شو اسمه؟ انت اخرس؟ ايش تحب؟ نحب نمشي لقرطبة. قرطبة؟ ولماذا قرطبة؟ كبيرة قرطبة؟ كبيرة؟ بعيدة؟ عمرك مشيت لقرطبة؟ لا عمري مشيت له. والمعلم؟ المعلم رحل، أسهل البوراق. خافش حلوة. توا نرجع المركب. احكي شو قاع. مشينا بأمر من الشيخ، تبعنا الأثار، مقيناش أي صعوبة لأنها كانت واضحة والريح مسحتهاش. تبعنا الجرة 3 أيام نبحثوا على المعلم. يا أخي لقينا راجل سيد الرجال، رجل طويل وعريض، لحيته سايبة وشنباته مبرومين. سألناه ظهر هو صاحب المركب، قال لنا اللي هو ما فهمش كيفاش وصل للقرية، وحكاه الرجال الهايمين حبوا يعاونوه ويجروا معاه المركب للبحر، لكن رجوع الأهالي من الزيارة هربهم. وعلى كل حال هو مشى في اتجاه البحر، ووعدنا باش يزورنا في يوم من الأيام، وترك المركب أمانة عندنا حتى يرجع. واش اسمه هالراجل؟ كان ما عندوش اسم. سندباد. الحكاية ما كملتش يا الشيخ، حتى سندباد كيس كان حامل على ظهره وخرج منه حاجة. انت اللي حملته كل وقت، هاتو هو مش ملك بوك. ربي صدق المقطع لك لسانك يا اخرس، ينحس يوجه البومة به. انا اللي احكي لهم كل شيء. عصفور الصين، العصفور هذا عنده سر. قالك الحاج يتكلم. ما نظنش يا سيدي الضبط. شيخ شنو الرجال الهايمين؟ اولادنا. شو يعملوا؟ العلم عند الله. نشوف. بالمناسبه غدو صباح بعض حد يترقب الحفله اجل البنزين.
انت بروح انتظروا في السقيفه، انتم تحت تصرف العداله. اسمك؟ محمد، وجدي هو علي ابن محمد ابن هاني ابن عثمان الخطاط القرطبي. توا قلت قدام الشيخ انك ما عادش عندك الكتاب، اولا فين؟ ثانيا اش فيه الكتاب؟ يا ولدي هذا الكتاب غير موجود، وهو اصلا ليس كتاب ككل الكتب، هو كتاب الرجال الهايمين. وبالنسبة لي أنا يا ولدي، من مدة انحصر النور عن عيني وأصبحت ما نقدرش نقرأ في الكتاب ولا نفك رموزه، ويكفيني أقلب صفحاته صفحة صفحة حتى يفيض النور على عيني، ومليون ضو يلمع في الليل كمدن عظيمة وتلوح لي قرطبة، شبيلية، مالقة، غرناطة. ما عادش كلمني بالألغاز. الكتاب لما اختفى المعلم دفنته في المقبرة. تعرف المكان؟ ايه نعم. هيا بينا. زيد فكر، فكر مليح، يمكن دفنته في مكان آخر. سيدي أنا واثق مش ممكن نغلط، كان فيه حفرة هنا في الوسط وانا دفنته فيها. في الوسط؟ وسط ماذا؟ وسط كوم الأحجار هذه؟ اش تنتظروا؟ احفروا بعد شوية. وقفوا الحفر، وقفوا. هذا مش كلام يا شيخ، كملوا يلا بسرعة. يا سيد عريف، اش قاعد تعمل؟ تحب تمش قبور الأموات من أجل كتاب؟ هذا انتهاك لكرامة الأحياء والأموات. أولاً أنا مش عارف، أنا ضابط. ثانياً هذا مش كتاب، هذا إثبات قضائي. ثالثاً أنا نعرف شو لازم نعمل. بس الضابط إيش نعمل؟ أعفر بعد شوية. أرجع أعفر، أرجع. يا شيخ هذا عصيان القانون، أنت شاهد يا كاتب، شاهد. ما فهم شيء، ما فهم شيء، كل حد يرجع الدار كي تحصل حاجة نخبرك. سمعني يا حاج، سمعني، هذا أمر الضابط أجبرني نبقى معك في الجنة، لكن قل لي شنو الكتاب اللي دفنته يا حاج؟ أنا قضيت عمري صحبة الكتب. لكن القدر حاج، وقعت كارثة، كارثة كبيرة يا حاج. النار يا حاج حولت كتبي كلها إلى رماد، واليوم قاعد أكتشف صحبة البشر. يا حاج قل لي أنك تسمحني لأني مضطر للبقاء هون، لو حبيت أقدر أمشي. أمشي. قل لي يا حاج، قل لي، إذا كان كتابك هذا هو الكتاب المفقود، كتاب القفر، قل لي يا حاج، إذا كان المعلم اختفى من أجل الكتاب، قل لي. ماش يتكلم، حاج باش يموت. واحد والله يا جماعه، رجال الله رسول الله، ساعدنا على راس الكاتب. جنتي انا مثل حجاله في الدنيا. انت سيدنا سافرت ودرت، واحكم. سافرت وتغربت صحيح، حكى
احكينا على اسفارك شرقها وغربها واحبها لقلبك. احبها لقلبي. من البلاد زرتها وعشرت اهلها. من بلاد الشرق. تزوجت وخلفت. من زمان الشرق. ذكرى صعيبة. على ذكر الشرق لو كنت تشنف اسمعنا. حاول. بسم الله. راك عصي الدمع شيمتك الصبر. راك عصي الدمع شيمتك الصبر. أمال الهوى كاسي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نهل ولا أمر. نعم أنا مشتاق. اقعد اقعد يا جماعة هذا الضابط قاعد يتمرن. بلى أنا مشتاق وفي قلبي لوعة. أي جنون تحرك. هذا ليك. على رأيك مش يكفينا من الحكايات، نزيدوهم حكاية أخرى. كلكم حضرتوا. أنسي الشيخ جات الحافلة؟ يلزم شوية صبر حتى ما حد يعرف وقتاش تجي. أنا اللي يلزمني البنزين لأن الصبر عندي ما فيه الكفاية. بالمناسبة ما تخليوش السيارة تختفي كالمركب لأنها تبو ملك الدولة. ومشى المركب. تكلم مصيبة القرية كلها. السيد ضابط ما ثماش أمل. صحيح تلقاه يغني أما عمره ما يتكلم. تكلم أنت مكانه. باهي السيد ضابط. سندباد. سندباد شكون سندباد؟ صاحب المركب قال لنا إذا ما رجعتش من يوم لشهرين المركب يصير ملك القرية. ولا ما رجعش قسمناه. بالحق قال لكم الكلام؟ بالحق. والشيخ هو اللي عمل القسم؟ لا كان غايب. فين غايب؟ مع لصم والحاجة الله يرحمه. شكون لصم؟ لصم هو لصم اللي كان يحفر. يحفر وبعد؟ يحفر حفر 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 حفرات. وعلاش يحفر؟ كان يظن انه كان يبحث عن كنز. كنز؟ اي كنز؟ كنز كنز. تضحك عليا؟ قل لي شنو هو الكنز. ما عرفش لما ابتدى يحفر ما كنتش مولود. كان يحفر وحده في الاول وحده وبعد اهل القريه الكل ولاو يحفروا معاه. واخيرا واخيرا شنو؟ لا شيء. كيفاش لا شيء؟ ما لقاو حتى شيء. لا شوية ذهب ولا حتى شوية فضة. على كل المهم مش هذا. أخيرا لقينا المفتاح. مفتاح الحكاية كلها. الكنز ومعلم اللي اختفى. اقعدوا. سجل سجل أساميهم الكل. يا أخي ايش صار؟ أنا ممكن نساعدك. أنا اكتشفت اللي اختل المعلم وعليها قتله. المعلم قتلوه؟ ماش تحبهم يقتلوا سعب سلام؟ يا أجل الكنز يا سيدي أرحمنا. ما تموتش القرية من الخوف.
خليني احكي لك انا قصة الكنز ومن بعد تتحقق بنفسك. الأسم الله يرحمه قعد 50 عام يحفظ 50 عام والناس يضحكوا عليه، لأن الكنز كما يقول الحاج موعود لرجال الهيمين، وظهور المركب في القرية حير العقول وهب للناس، والأسم لقاها فرصة فأثر عليهم وجلبهم يحفروا معاه وحفروا الدنيا الكل بالفارغ. إن شاء الله نموت في النهار السعيد، إن شاء الله نموت في النهار السعيد. ربي يقبل دعاك. اذهب يا كلب إن شاء الله نشدك. حتى تشد الكلب. كيف ما لقاو حتى شيء وقتها تركوا الأصل بالغبينة كسروا المركب وتقاسموه بيناتهم. وبعد مدة مرض الأصل الأصم حس بقوته للشيخ وساعته قربت فبعث يجيبوله الحاج، ومات الأصم في اليوم التالي ولا حد عرف شيء من الحديث اللي دار بيناتهم. الله يرحمه. كلنا عندنا ولد او اخ من بينهم رحلوا وعمرهم ما رجعوا، كلهم يفضلوا الموت، يفضلوا الموت على انهم يتركوهم يمروا من غير ما يحاولوا يشوفوه. يزمك تفهمنا يا ضابط، يزمك تفهمني. ولدي ابو بكر من بيناتهم، ودي افهم، ودي افهم شو ورايا. خلوا البعض. قل لي يا حسين فين مشى الأخرس؟ خلطت على الرجال الهيمين؟ قل لي في الأول فين جي قرطبة؟ في الأندلس وراء البحر. بعيد البحر؟ بعيد. تأخذني للبحر؟ اللي في عمري ما يقدر يسافر يا ابني، هذه أرض صالحة الواحد يموت فيها. الحافلة بك الكلب جي إن شاء الله جي جي جي، لكن لما توصل يكون فات الأوان. الله أعلم إيش قاعدين يتآمروا. لا سيدي هما ناس طيبين. ناس طيبين، كل واحد منهم يلعب علينا دور. شفت الأخرس لما هرب؟ شفته؟ لكن سيدي هو مشى مع الرجال الهيمين، وهذه القدرة. قدرة القدرة القدرة رجال هيمين رجال جهنم إصابة لصوص. دليل على ذلك يا كلب البراق اللي انت معجب به. انظر انظر، قل فاقرأوا واعلموا بأني شهيد شهيد. كل شيء واضح الآن. فين يا ترى سمعت هالكلام قبل؟ فين فين؟ أنا اتخذت قرار اعتقل الشيخ وخليه يجاوب على أسئلة القاضي. الشيخ؟ مرحبا بالشيخ، أشني أخبار الحافلة؟ أنا عندي ما أحكي معاك يا سيوسف. سامحوني أنا أمشي أتوضأ وأتهيأ للصلاة. سامحوني. أخيرا وصل البنزين ها؟ لا، الأمور سيرة من سيء إلى أسوأ، وأنا خايف عليك بصراحة. خايف علي أنا؟ أنا مانيش واحد من الشارع، أنا ممثل الدولة. عارفش انتم كيفاش عايشين؟ ما تعرفوش النظام، الحكومة، الأمن، القانون، ما تعرفوش انتم في أي قرن عايشين. ثم جايني يا شيخ تطلب مني أهرب؟ ها؟ فضل الفوضى. وانت واقف معاهم تندم، وانت يا شيخ تندم، الكلكم تندموا. اسمع باشك احنا ماشيين الليلة. تحبنا نمشي وعمل شيء؟ فاش باش نمشيو على أقدامنا؟ الشيخ لابد عنده فكرة.
الكلاب الضالة. استناوا أنا جايكم، حضروا روحكم للدمار. بودو يعرفوا مش معنى السلطة وجودك وعصر نظام العصبي. بودو أنا أسحقها البلاد. سيدي الضابط صفي قلبك وهدي أعصابك، اتركهم لحالهم، يكفي ما نكبهم الزمان. اش تقول؟ نخليهم لحالهم قعبتوا والردع والنظام وهيبة الدولة. الدولة استعمل بها الهيبة في الخلاء والقفار. يا سيدي فك عليك، اش يهمك في ناس ينوح على ماضيهم وأولادهم الهايمين؟ ملا حتى اختفاء المعلم ما يهمنيش. خلينا من المعلم، هذاك وصل وين حب يوصل، هو فهمهم ربما، اما اللي انت ماكش فاهمه انه نظامك ما هوش منزل يا سيدي. غلط على طول، انا نعرف اللي هما قتلوه لاجل الكنز، مساله واضحه. ثم هو قال فاعلموا باني شهيد، شهيد قال. اعرف هذا الشعر، لا تلومني فإن اللوم مني بعيد، وأجر سيدي فإني وحيد، من أراد الكتاب هذا خطابي. يكفي، هاو تفكر، هذا الشعر الحلاج. شكونه هذا زاده؟ وليلوها الحلاج؟ تحب لي داهر وأنا نحكي على الحلاج؟ أنا أكلمك عن جريمة قتل وانت تقرالي في الأشعار وتعاود. تكفيني اللي تحملته من أهل الكهف. أنا راجع، راجع الناس متحضرين، طلعت روحي من الألغاز. بالسلامة يا سيدي، بالسلامة، وخذها من عندي، ما ثم لغز إلا الدهر، لا لغز إلا الدهر. لا لغز إلا الدهر، لا لغز إلا الدهر. طالعين والبحر اخر والبحر يا جدة، يا جدة تسمعيني؟ كل شيء تقلب في القرية، قرية ولات سفي على عليها، ضابط اختفى، كان يحب يربطنا كلنا بالحبال. يا جدة شفت هالمرة ماليش علاقة في المشكل، ما عادش خذ بنا مني يا جدة،
أنا مش حضرت كل شيء. ماشي القرطبة، ماشي القرطبة. ما تنسيش فيقيني بكري يا جدة، أبكر من العادة. تنسيش باش تفيقيني بكري يا جدة. Yeah.